آلام الجهاز العضلي والعظمي من أكثر الآلام شيوعاً على مستوى العالم. طبيعة العمل وقلة الحركة والجلوس لساعات طويلة من أسباب تراكم هذه الآلام. ولأن مركز الألم هو نقاط حساسة في العضلات، فإن طريقة علاجية جديدة تعد بالكثير في هذا الصدد. تعتمد طريقة الوخز بالإبر الجافة لتخفيف الآلام على تحفيز عقد معينة في العضلات مسؤولة عن الألم والتشنج المزعجين، من خلال استخدام إبرة رقيقة جدا يتم دفعها عبر الجلد لتحفيز نقاط حساسة على تحرير تلك العقد المؤلمة وتحسين وظيفة العضلة. نظرا لأن حالة هذه المريضة خاصة بسبب العمل الجراحي الذي أجري لها، فإننا نتوقع آلاما عضلية متنوعة في الساق والظهر إضافة إلى شد عضلي، ولهذا فإننا قد نستخدم الموجات الصادمة المحفزة للعضلات وطريقة الوخز بالإبر الجافة، حيث نركز على العقد المتشنجة داخل العضلات أو المناورة على الألم. والتشنج العضلي قد يكون حادا ومفاجئا، وترافقه عادة تقلصات في العضلة تؤدي لآلام مبرحة، ويعد الجلوس لفترات طويلة أحد أهم أسباب حدوثه، إضافة إلى الإفراط في الأنشطة الجسمانية، ويتفاقم احتمال الإصابة به في الطقس الحار وبسبب الجفاف. وإذا تكررت الآلام فإنها تكون جزءا من أعراض أوسع مرتبطة بأمراض أخرى. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من دبي استشاري جراحة المفاصل والعظام والعمود الفقري الدكتور رامي حامد. صباح الخير الدكتور رامي. قبل أن نتحدث عن هذه الطريقة العلاجية التي تتمثل بالإبر الجافة، دعنا نتحدث عن سبب الرئيسي لهذه الألام هو التشنج العضلي. ما هو ومتى يحدث؟ الحقيقة الأسباب متعددة، غالبا بيكون في يعني مرض معين، إن كان على مستوى الفقرات أو الديسك بين الفقرات أو على مستوى المفاصل الوجيهية بألم أسفل الظهر. طبعا هذا هو السبب الأساسي، بينعكس أنه بيسبب تشنج عضلي بسبب الألم وبسبب الوضعيات اللي بياخذها المريض حتى يريح نفسه من الألم. فبيكون بتشكل نتيجة هالموضوع مناطق معندة على الارتخاء العضلي، وبالتالي بتكون مؤلمة، بنسميها نقاط الإثارة أو بالإنجليزي التريجر بوينت، وهي بتكون هي الهدف العلاجي بالإبر الجافة أو بغير أو بالطرق الأخرى. نعم. بالنسبة للعلاج الفيزيائي. نعم دكتور، يعني ماذا عن هذه الطريقة؟ هل أنتم كأطباء تنصحون بها؟ الحقيقة هي طريقة بسيطة، يعني اللفظ الإبر الجافة أجا من أنه نحن لما بنحقن المريض بإبر بيكون في مادة دوائية، لكن هون ما في مادة دوائية، ولذلك أجا أنه هو الإبر الجافة. هلا مجرد حقن الإبرة في نقطة الإثارة أو الدخول الإبرة في نقطة الإثارة العضلية عم يحرض منعكس عصبي بيحور مسار الألم عن طريق ألياف عصبية أخرى، فبيؤدي إلى يعني ارتخاء العضلات، وكمان له تأثير هرموني عن طريق إثارة التفاعل الالتهابي موضع، فبيرتكس الجسم لهالموضوع، والجسم بيبدأ بيفرز الاندروفينات واللي هي عبارة عن المورفين البدني، فبالتالي المريض بيتحسن الألم تبعه بشكل أو بآخر. طب دكتور رامي، بماذا تختلف هذه الإبرة الجافة عن الإبرة الصينية؟ الإبر الصينية يعني هي الحقيقة الأساس، وبعدها تطورت وصاروا الحقيقة هو قطر الإبرة يختلف. العمق الإبر الصينية تطبق عموما على الجلد والطبقة ما تحت الجلد، بتعتمد على المسار الحسي للأعصاب بحيث أنه تصير تفاعلات محددة، لكن الإبر الجافة هي أعمق، لا تعتمد على مجرد التنبيه الحسي للعصب، يعني بتدخل داخل كتلة العضلة داخل الآفة، وبالتالي بيكون تحريض يعني بدنا نقول مشابه لموضوع تحريض الإبر الصينية لكن على مستوى أعمق. نعم دكتور، هذه الطريقة العلاجية هل نحكي على مستوى المستقبلات، هل يمكن الاستغناء إذا نحكي على مستوى المستقبلات؟ نعم
نحكي عن مستوى المستقبلات بالجلد، في مستقبلات حسية معينة، لكن داخل العضلات في شيء اسمه المغزل العضلي، وفي يعني مستقبلات أشد خطورة اللي ممكن تأثير عليها بطريقة الإبر الجافة. نعم دكتور، يعني بطريقة الإبر الجافة هل يمكن الاستغناء عن الأدوية التي تساعد على ترخية العضلات؟ يمكن، الحقيقة ما بنقدر يعني ما كل هالكلام ما بنقدر نحطه للعموم، لكن الحقيقة هي طريقة كتير ناجعة في تحسين عودة المريض إلى حياته الطبيعية، لكن دائما نحن بنقول أنه الأساس أنه يكون التشخيص صح، يعني ما أي مريض عنده ألم أسفل ظهر بتناسبه الإبر الجافة، لأنه ممكن يكون عنده مشكلة مرضية أكبر بكتير من أنه تعالج بالإبر الجافة. دائما لازم يكون في التشخيص واضح وصريح، بحيث انه اوكي اذا شفنا انه ما في يعني ضروره لعلاج دوائي او جراحي لكن هو علاج طبيعي، فهذاك الوقت الطرق العلاج الطبيعي اللي بتتراوح من المساج العادي والتدليك والامواج فوق الصوتيه والامواج التصادميه والابر الصينيه والابر الجافه بتتدخل وبتحل الموضوع. طب دكتور، يعني في كثير من الـ 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 الأحوال دائما يكون في تشارك الحقيقة بين الأدوية والإبر والطرق العلاجية الأخرى. طب دكتور رام، على الرغم من الحديث عن كل الطرق العلاجية المتوفرة الآن فيما يخص علاج الألام العضلية، ما زال البعض يتجه الآن إلى المساجات أو التدليك، هل تنصح بها دكتور رامي للتخفيف من ألام؟ طبعا هي احد يعني الطرق العلاجيه، اكيد ما بننفيها ما بننفي دورها، لكن كمان بنرجع بنقول انه يعني ما بنقدر نعالج كل الامراض بالمساج، اكيد المساج له دور، اذا العضله متشنجه راح يساعد بارخاء العضلات وراح يساعد ب يعني تحوير مسار الالم، اكيد له دور بارز كمان بالموضوع. حتى اثناء العلاج بالابر الجافه المعالج طب بيعمل مساجات اول وبيعمل تريجرنج للتريجر بوينت حتى يحدد الهدف تبعه، وبالتالي بعدين بيعمل العلاج بالابر. نعم دكتور رامي، يعني التشنج العضلي شائع، الكثير يعاني منه، كيف يمكن الوقايه منه وعدم الاصابه به؟ الوقاية طبعا نحن دائما بننصح انه المحافظة على وضعية جلوس سليمة، التمارين الشد والاسترخاء قبل بداية العمل، ان كان بالبيت صباحا ممكن يعمل المريض تمارين بسيطة بحيث يحرك المفاصل ويشد العضلات، يعني الموضوع ما بياخد اكثر من 3-4 دقائق، بحيث انه يكون العضلات جاهزة لانه تاخد الجهد المطلوب منه ان كان بالقعدات الطويلة خلف المكتب او اثناء قيامه باعماله اللي بتتراوح بين وضعيه الجلوس والمشي او الوقوف الطويل. نعم. فالحقيقه دائما احنا بننصح انه الرياضه، ولازم واحد يكون بشكل عام جسمه حيوي ومتابع للتمارين الرياضيه، ما في شيء سبيسيفيك اكثر من هيك. بالتاكيد سنحاول. شكرا جزيلا لك الدكتوره رامي حامد استشاري جراحه المفاصل والعظام والعمود الفقري، تحدثت الينا من دبي، شكرا جزيلا لك.